شكرا جزيلا لزميلنا محمد زاهر على هذه الورشة وهذه التغطية، شكرا أيضا لوزارة التربية والتعليم واهتمامها بمخاطر هذا الفيروس، فيروس كورونا. ونتمنى أيضا يعني أن تكون هذه القرارات سليمة وصحيحة، وتخدم أيضا التلاميذ في ولاية الخرطوم بأنهم هم يعني يكونوا أكثر يعني بعد عن هذا الفيروس طالما أنهم موجودين في البيوتات. وأيضا يعني أفتكر أن هذه الوزارة حين أجلت هذا العام الدراسي بالتالي خوفا على هؤلاء التلاميذ والتلميذات، فبالتالي الأسر أيضا على مسؤولية أنها تحافظ على هؤلاء الصغار. ونحن في هذه الحلقة يعني نتناول أنه والوقاية المجتمعية هي التي ستقلل من مخاطر هذا الفيروس، فيروس كورونا. نتواصل في صباح الخرطوم بمختلف المساحات الموجودة فيه. الآن وصلنا لفقرة مختلفة جدا بتستهدف الشباب والشابات المبدعين الموهوبين، بتقدمون وبتقدم أيضا ما يحملون من جانب إبداعي في مختلف مجالات الفنون والثقافة والتراث وأيضا يعني المواهب المختلفة. نرحب بضيفتنا فاطمة. نعم، معنا ضيفة جميلة جدا، شاعرة وإعلامية، تنزيل محمد أحمد آدم. لك التحية وصباح الخير عليك. صباح النور عليك وصباح السعادة عليك بكل أنواعه. شكرا لكم من جديد. لك التحية. وقبل ما نخش في المحاور المختلفة عايزين نسمع منك قصيدة جميلة. والله نبدأ بالوضع الحاصل، أكيد كتبنا كلنا عنه، زحمة الطريق. شفتوا الغلابة اللي واقفين نص الطريق؟ أنا شفتهم. كيس في رزق الله لا من تعود بعد المغيب، ما كلنا وساكين في رزق الله كان نقدر نعيش. ونداك أبوي، ونداك أبوي يرفع يدي يا حي تعال نزل معاي، وأنا شايف عرق صبيه وزي موية خريف. حبابة ديك، حبابة ديك طحنا له في فول قليل عشان تقدر تبيع يدك وبسعر بسيط عشان تعين ولادات ولادة ما تهيد. وأنا أمي، أمي شايفاها ديك يا زولة بس شاين ظريف كتبين راسنا صار عديم مشغولة بين كل الزباين. يا زولة هوي يا زولة جاي براية ستر للحفيظ. شفتوا الظروف تابراها كيف؟ شفتوا الظروف تابراها كيف؟ صار مطلقة من زولة خبيث يعني تقدر تعين الولادات القاعدين في البيت الصغير. وأخويا بدل ما يكون بتعلم في منهج كبير سمعته قبال كده، والله سمعته قبال كده وقاعد يقول بريد بريد يا قريب أختي بيزات الحسن، أختي بيزات الحسن المستعجلة عشان تلحق مواصلة البيت البعيد. وأخوها راديها خشم الباب بالصوت الطويل. شفتوا المعاناة فيها دي؟ شفتوا المعاناة فيها دي؟ ما أخوها زول عنيد. هاي انتو، هاي هاي انتو، هاي انتو وين؟ وين البشر؟ هل انتهوا؟ وين البشر؟ هل انتهوا؟ وين الضمير اللي كان قاعد قبال السنين؟ انت اللي بترفع في سعر السلع، وانت اللي بتخزن في البضائع يا التاجر الكبير. سوق أسود يا بخيل، سوق أسود يا بخيل، خاف الله الموت عنك. ما بعيد وين بتجري من الصراط المستقيم. والله العظيم ما كل البشر عندها اللي عندك يا جميل. حزب الضعاف، المساكين، الغلابة الجارية في زحمة الطريق. وين الحكومة اللي اختفت؟ وين الحكومة اللي اختفت؟ كل راعي مسؤول عن رعيته، لا من يجيب. شوفوا المسافي جنبكم، عينه اللي تعب المريض، جالس مركد بالشهور ياد الدواء المفروض اجيك. وين الضمير برضو اختفى؟ وين الضمير برضو اختفى؟ وابسط دليل، وين الدقيق من الفجر نمرك عشان نجيب حبة رغيف؟ شفتوا المعيشة الصعبة دوية الله بس يا لطيف. ناس مركدة في البيوت ما لاقية حق الطبيب، ناس بتاكل بألم، ناس مجرحة بالحديد. شفتوا الغلابة اللي واقفين نص الطريق؟ أنا شفتهم ونحن سمعناهم الآن منك وشفناهم. شكرا يا تنزيل، تنزيل محمد أحمد. تنزيل أنت الآن مرشة المرحلة ممتحن الشهادة السودانية إن شاء الله بعد ما تفتح المدارس، وأيضا ماشى الجانب العلمي، الشق العلمي من الدراسة. أنا أفتكر أنه يعني الجمع ما بين الأدب والعلوم ده شيء يحتاج لمجهود خارق وكبير. صح، برضو جيتي مزاحمة ناس فاطمة دي في الإعلام يا طيب فاطمة قبل قالت أنت شاعرة وإعلامية. نعم. ونتفق شعرك عاشق كبير ونشوفك إعلامية كبيرة إن شاء الله، ودكتورة أيضا لأنك أنت عايزة تكون الطبيبة لأنك شايلة أحياء، مش كده؟ أيوة. طيب نحن عايزين ناخد برضو زي ما شلنا نموذج لشكل الكتابات، ما أعرف عندك طريقة خاصة بك كده في الإلغاء يعني، فكدي خلينا يعني نقدم فاطمة دي باعتبارك شاعرة للجمهور باعتبارك أنت إعلامية يعني. يلا مذيعة كده. انت شاركت في دورات مدرسية كثيرة كثيرة والله. طيب
إذا نحب أعزاء المشاهدين الكرام أينما كنتم وأينما كان الجمهور يتابعنا، الفقرة القادمة بإذن الله تعالى مع الشاعرة الجميلة الرائعة فاطمة. ما بتقولي بيتين شعر يعني التقديم الزمان؟ لا لا نعم. طيب بيتين بدت الكتابة بالنسبة لك واهتمامك بها، ومنو الفكر كذا يقول لك انك انت والله قاعد تكتبي كلام سمح يعني؟ والله البدايات طبعا بدأت من مرحلة أساسية، يعني الطابور الصباحي ده الحاجة بيكون دائما الطالب محب انه يكون مشارك فيه عشان يثبت الموهبة اللي فيه جواه. فبدأت من الصف الثامن، انتقلت لما انتقلنا للمرحلة الثانوية كان الجهد الأكبر لنا هناك، أنا في منافسات، في دورات مدرسية، في منتديات ثقافية وكذا، هي أكثر مرحلة أنا تطورت فيها. طيب في يعني واحد من الأسرة بيكتب أيضا شعر ولا براكة كده موهبة؟ لا لا طلعت موهبة. طيب من قبل سنة تامنة هل كنت بتكتبي يعني خواطر بسيطة كده، ولا بس من سنة تامنة اكتشفت أنك أنت ممكن تكتبي؟ لا كنت بكتب، لكن حتى زي ما قلتي خواطر صغيرة جدا يعني من البداية، وكنت بحب أن ألقي الشعر في الطابور أكثر شيء. حفظت قصائد لناس شعراء انت بتحبيهم كده؟ والله ما حفظت لكن بسمع. طيب كده ناخذ نموذج ثاني من كتاباتك. ناخذ سودانية. السودانية لابد تجيب بالساس، السودانية لابد تقول إحساس، السودانية إن كان موت مقياس بحب بلدي وبريد عديل وما بنداس، أكانت قطع أكانت شتت بالفاز بريدك يا وطن مليان بحب الناس، بريد هواك بريد غناك بريد غصائد الأشعار تحرك قلبي لما يكون ناسي زمان، ويا حليلك ويا شليلك بريد اسمع قناك الكان، شليل وينه شليل والرياح شليل أكلوا التمساح ونحن وراك في القيمات نفتش في عاتم مليان بأغلى الناس، أنا وإنت ود عمي وأنا وإنت ود خالي وأنا وإنت وكل الناس وده السودان، وسودانية وقت الحارة ما من داس، وسودانية وقت الفجعة ما بنخاف، وسودانية وقت الفرحة دي للناس، وصوت زغروتة في الحيشان، وصوت زغروتة في الحيشان تجيب الرايح من درب حلتنا له زمان، وعيب الزاد ولا عيبنا، وعيب الزاد ولا عيبنا منجيب حراس ونذبح في خريفاتنا، وصوت الماعز وداني ناديك يا جعان نقول لك هاك ونحن معاك بناكل عادي ما بننداس، وزمن السيل والوديان زمن السيل والوديان نقوم نحن وولاداتنا ولا ما بنجيب سوان نخم تراب نترس حلتنا بالحجارة، وسودانية نحن وسود، وسودانية نحن وسود في الحرب نحن تيوس، وسودانية نحن زنوج بعرب الشمال ممزوج، نحن ولاد بلد مخلوط عرب رطانة تلقى وجوه وتلقى كريم وتلقى أصيل يفتسين غزل ملهوف، تلقى لي وتلقى نساء تعادل بيرجال الفزع لام تشوف، وتلقى نساء تعادل بيرجال الفزع لام تشوف. يا سلام، تحية لمهيرة والتحية لعزة والتحية أيضا لتنزيل، تنزيل محمد أحمد آدم الشاعرة والإعلامية إن شاء الله الكبيرة والطبيبة إن شاء الله. تنزيل النشاط الطلابي في المراحل المختلفة وتحديدا المرحلة بيثقل الطالب بكثير جدا وبنمي موهبته، فكيف قدرت استفدت من الدورات المدرسية في أنك أنت يعني تصبح شاعرة وإعلامية في نفس الوقت وتقدم البرامج واحتمال تكون قاعد تشيل لك عداد برضو يعني؟ والله العظيم يعني هو أصلا الدورات أو الطابور الصباحي بحد ذاته بدي الزول أنه يقدر الثقة الزايدة زي ما نقول الثقة بالنفس، نقدر أدير برنامج كامل أو أدير كرنفال أو أدير احتفال ده تعلمت أكتشي في المرحلة الثانوية بدعمي طبعا من الأساتذة، بدعمي من الأسرة، بدعمي من الناس الحوالي وكذا. نعم كلام جميل. يعني حس حتى يعني بحس من خلال إلقائك الشعري بيكون قريب للشغل المنصات هل بتقدميها مثلا؟ طيب ده اللي اعتمده ممكن يكون يأثر فيك؟ والله طبعا يعني حاجة جميلة شديدة، يعني أنا لحد اللحظة بحس أني ما عملت إنجاز كبير، لكن يعني في أول درجاتي في زي ما نقول في السلم التصاعدي. نعم. إن شاء الله نقدر نعمل حاجة للمستقبل. طموحاتك شنو في الحياة من خلال الجانب الأدبي ده إن كان شعرا أو إعلام؟ والله إن شاء الله كده يعني أقدر أصير يعني شاعرة أو إعلامية مشهورة في نفسي، أقدر أنافس في المسابقات المحلية والعالمية بصورة أفضل وأحسن إن شاء الله، أقدر أعمل لي ديوانات
يعني لاني كثير بحب هذه الحاجه. ان شاء الله باذن الله. دواوين شعريه. ايوه نعم ان شاء الله. طيب بالتاكيد انت يعني برضه دراستك في الجانب العلمي ده ما دراسه سهله، فبالتالي ما عايزينك تغفلي الجانب العلمي وتحقق طموح اسرتك وطموحك انت تكون طبيبه كبيره، في انك انت تكوني شاعره واعلاميه بس يعني. لا والله هو يعني اكثر شيء في تنظيم بين الوقت الدراسه وقت الشعر، لانه الشعر ما حاجه ملموسه، الهام كان بيجي فجاه كده زول يعني ما بيقدر بيتخطى الا يكون ورقه وقلم طوال يكتب يعني، لكن انا بحاول بقدر ان كان ادي الدراسه الجزء الاكبر لانه ده المستقبل العام للبلد ولين احنا كلنا. اي بعدين الاعلام ما بيجيب لك قروش عليك الله، ما تركزي عليه كويس. لا لا ان شاء الله. لكن ربنا يوفقك. طيب نحن نسمع لنص قبل ما نختم معك. والله نسمع ثاني في شنو قبل التمست انك انت شلتي معاناه الناس وقدمتيها في نص اول. النص الثاني كان فيه استلهام بالسودان والانسان السوداني وعز السوداني، وافتكر انه القضايا اللي بتناوليها برضه قضايا يعني فيها عمق وفيها فعلا فكره. والله ابتدينا نشوف الغزل بعنوان لازم تعود. بتوحشني يا أرواح حكيم وانا في هواك لابد تعيش مع دم هويتي ملغوناك يا في المخيف. والله أصلك دول عنيد أصل الغياب ماخدك بعيد، في كل يوم بقول أشوفك أنا من جديد مع دم هويتك يا جميل، مع دم هويتك يا جميل كيف تغيب وعارف غيابك أنا ليه عجيب. أنا 5 أعوام بنتظر، 5 أعوام بنتظر أقول أجيك، ما عليك بيت تقدر أجيب، ما كنت زي قصة غريب ممزوجة بريحة نسيم. أنا بحذرك، أنا بحذرك أوعك تجيب واصل مشيكة في الطريق، ما أنت زال بجد أمين، ما أنت زال بجد أمين، ظالم معطر بالعبير أنساك كيف، وريني وريني أنساك كيف ما دام سقيتك دم الوريد، أنساك كيف ما دام ملكت عقلي الصغير بفكرك المليان هديل. ما فجأة بس، ما فجأة بس بقيت زي القمر وليك النجوم اتجمعت وانت الأمير. أنا لحظة بس، لحظة بس كيفين أحب زولا أمير وأنا محكومة من طبقت صغير. معقولة بس غناك يزيل حبا قديم له سنين، إياك تكون زولا أليم تجرح قلبي اللي هواك عايش أكيد. ما عشانك أنا قاطع النصيب أنا لي سنين، ما كل يوم زولا بدب باب من الكبير بيلهفة بس داير قاعدين وأنا رافضة بس، وأنا رافضة بس وراجعك يا أمير وتجي وتقول مستحيل ترتبط بس الصغير. ما كنا قبال السنين، كنا في نفس الصحن فاتنه بموية بليل. ما تنسى أيامك زمان من الفجر لا من نود غنيماتنا ونرجع ساعة المغيب، ما كنا بنسرح سوا بناكل سوا بنشرب سوا تحت النجوم مسحنا بذات النشيد. ما أنت عدمان الضمير، والله يا عدمان الضمير تجي وتقول مستحيل ترتبط بس الصغير. الكلام ده أكيد مالك يا عمر. مستحيل يرتبط بزول فقيه، ده بالغ جدا. بعدين تنزيل يا اخي 5 سنة وكنت وين انتوا؟ طيب هو طبعا يعني نحن بنحيي تنزيل، وقد تكون هي قصيده على لسان اخرى يعني. ليس كل الذي يقال على لسان الشعر هو ايوه يمثله يعني. شكرا تنزيل محمد احمد، ربنا يوفقك ان شاء الله، ونتمنى لك التوفيق في مختلف مجالاتك ان شاء الله، ان كان المجال الدراسي تحقيق طموحاتك انك تكون طبيبه كبيره، وايضا تكون شاعره واعلامي معروف ان شاء الله. شكرا جزيلا تنزيل. شكرا لك بالتصنيف. متواصلين معكم اعزائي المشاهدين، وننتقل الى فقره مع الناس عن ارتدي الكمامه مع الزميل محمد زاهر، نتابع ومن ثم نتواصل.